طيب من احوال الطقس تعالوا بقى نتعرف على اسعار العملات واسعار الذهب. تعالوا نشوف العمله في البدايه. خلونا نبتدي بالدولار الامريكي اللي سجل الشراء 19 جنيه وقرش، اما البيع 19 جنيه و16 قرش زي امبارح، ما فيش اي حاجه تغيرت في الارقام. اما اليورو ف19 جنيه 59 قرش شراء، 19 جنيه 78 قرش للبيع. جنيه الاسترليني شراء 23 جنيه و11 قرش للشراء، اما البيع ف 23 جنيه و40 قرش. الريال السعودي الشراء 5 جنيه و7 قروش، اما البيع ف 5 جنيه و10 قروش، زاد قرش عن امبارح بالنسبه للبيع. الريال السعودي في حاله ارتفاع. اما الدينار الكويتي فالشراء 59 جنيه 93 قرش للشراء، اما البيع ف 62 جنيه و50 قرش للبيع. من اسعار العملات ننتقل الى اسعار الذهب ونشوف عيار 18. عيار النهارده هنلاقي الذهب بقى في حاله ارتفاع ملحوظه عشان نبقى واضحين عن الامس. عيار 18 سجل النهارده 911 جنيه، يعني احنا كده تخطينا ال 800 وي اللي كان فيه عيار 18. عيار 21 سجل النهارده 1063 جنيه. عيار 24 1215 جنيه، أما الجنيه الذهب فسعره 8504 جنيه، يعني أزيد في حدود 200 جنيه عن الأمس، وده بيقول لنا إن في ارتفاع ملحوظ في أسعار الذهب بدءا من اليوم.